شركة أورينت من الشركات الكبيرة جدا الجميلة جدا اللي حاليا تعتبر أحسن شركة بتقدم ساعات قيمة مقابل سعر، والكلام ده حاليا كل محبين الساعات في العالم بيقولوه، بالذات بعد تقديم الموديل دوت الأورينت كماسو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم حسن علي، والنهاردة فيديو جديد لساعة من أحسن الساعات اللي نزلت سنة 2019، بالرغم من إنها ساعة انتري ليفل أو ساعة من أرخص الساعات الأوتوماتيك اللي موجودة في السوق، وهي ساعة الأورينت كماسو. الساعة دي تعتبر تطوير وتحديث للأورينت راي والأورينت ماكو اللي كانوا موجودين في السوق قبل كده، بالرغم من إنها بتنزل بالموفمنت اللي نازلة في آخر جيل من الأورينت راي والأورينت ماكو، إلا إن في بعض التطويرات الملموسة الجامدة جدا اللي نزلت في الجيل ده من الساعة. وحاليا وبالساعة دي بالذات تعتبر أورينت أحسن ساعة بتقدم قيمة مقابل سعر في الساعات الانتري ليفل الاوتوماتيك، وهنعرف دلوقتي ليه واحنا بنعمل ريفيو للساعة ديت. وحابب اقول هنا ان الساعة ديت انا واخدها من احد الزملاء طلب مني ان انا ارشح له ساعة يشتريها بسعر معقول، وكان ما جربش قبل كده الساعات الاوتوماتيك وكان عايز ساعة انتري ليفل يجرب من خلالها عالم الساعات الاوتوماتيك، فنصحته بالأورينت كماسو وهي الساعة اللي معانا النهاردة. الأورينت كماسو نزلت 2019 ونزلت بأربع ألوان، نزل باللون الأسود والأزرق والأخضر الغامق وأحمر في أسود، وكلهم بينزلوا ببريستيت معدن أو بباند جلد. والساعة اللي معنا النهاردة هي الموديل أو النسخة الزرقاء منها، واللون الأزرق فيها أزرق غامق جدا مشبع جدا، يعني الكاميرا ممكن ما تكونش مبينة الموضوع ده كويس، ولكن هتلاحظوا ان لونها قريب قوي للأسود، لكن هي في الواقع ازرق غامق. واول حاجة حابب اتكلم عنها هي مواصفات الساعة اللي معايا النهاردة. عرض ساعة الأورينت كماسو تقريبا زي الأورينت ميكو، حوالي 41 ملي ونص، اما بالنسبة للثيكنس بتاعها فهو 13 ملي ونص، ولاك تو لاك 48 ملي، اكبر شوية من الأورينت ميكو، اما اللاج ويتس بتاعها فهو 22 ملي. وهنلاحظ هنا في الساعة ديت انه شكل البيزل مختلف شوية وشكل الكيس مختلف شوية عن الأورينت ميكو، كمان البيزل هنا انعم وادق واحسن من اللي كان في الأورينت ميكو. كمان هنلاحظ فيها مثلا الكراون والكراون جاردز، وطبعا ده سكرو ان كراون لانه الساعة دي بتقاوم المية لغاية 200 متر. ده بالنسبة لابعاد الساعة. اما بالنسبة للموفمنت اللي بتنزل بيها الساعة ديت فهو الكاليبر F6922، والموفمنت دي هي نفس الموفمنت اللي نازله في الأورينت ماكو الجيل الحديث، والموفمنت دي تتميز بانها هاكينج هاند وايندينج وفيها دي وديت، بمعنى اننا لما بنفتح الكراون كده ونفتحه على اخر تكه عقرب الثواني بيقف، مش زي الجيل القديم اللي كان عندي في الأورينت ماكو. الأورينت ماكو الجيل القديم كانت بتنزل بموفمنت مختلفه بامكانيات اضعف واقل. كمان الموفمنت دي بتتحرك ب 3 هرتز في الثانيه وباور ريزيرف 45 ساعه، وده كان بالنسبه لمواصفات الساعه. اما بالنسبة للدايل بتاع الساعة فهنلاحظ هنا في الساعة دي انه لونه ازرق قوي جدا، ازرق مشبع جدا، واللمعة بتاعته قوية جدا وجميلة جدا كمان. وهنلاحظ كمان انه لون الدايل ماشي بشكل كويس جدا وممتاز جدا مع لون وشكل البيزل. كمان من الحاجات الجميلة جدا والراقية جدا في الساعة ديت الابلايد ماركرز او علامات الساعات، هنلاحظ انها قطع معدن مملية لوم وابلايد على الدايل، وشكلها جميل جدا وعاملة كونتراست جميل جدا مع الدايل. كمان هنلاحظ ان الهانز شكلها جديد ومختلف عن الأورينت ميكو وري، وشكلها بصراحة جميل جدا. وهنلاحظ كمان ان الهانز بتوصل للعلامات اللي عايزة تشاور عليها، الهاند بتاعت الساعات بتوصل لعلامات الساعات، والهانز بتاعت المينت وصل لغاية علامات المينتس، كمان الهاند بتاعت الثواني طويلة جدا. وهنلاحظ الراس بتاعت الهاند بتاعت الثواني لونها احمر ومملية باللوم، واللوم بتاع الساعة دي في الضلمة قوي جدا. كمان هنلاحظ انه البيزل فيه لون بيب بتنور في الضلمة بنفس لون الهانز والماركرز. والبيزل هنا 120 كليك
وانعم من الجيل القديم من الاورينت ميكو. هو صحيح الاحساس بتاعه تحسه انه رخيص شويه، الا انه ممتاز جدا ومفهوش باك بلاي، ماسك نفسه كويس، ديورابل جدا وتقدر تعتمد عليه. كمان الانسرت بتاعه معدن الومنيوم مصبوغ باللون الازرق وعليه علامات الدقايق كل 10 دقايق. فبصراحه الجيل دوت حسنوا فيه البيزل بتاع الساعه بشكل كبير جدا. هتسمعوا صوته كده، فهنلاحظ انه في الساعة دي شركة اورينت عملت تطوير ملحوظ من موديلات الميكو والري، ولكن مش معنى كده انه الساعة دي بتستبدلهم. ساعات الميكو والري هتفضل لسه مكملة في السوق، ولكن ساعة الاورينت كماسو تعتبر ليفل اعلى شوية من الميكو ومن الري. كمان حابب اقول هنا حاجة، انه الدايل ده متغطي بسافاير كريستال، ودي حاجة مهمة جدا ومميزة جدا في الساعة دي، انها فيها سافاير كريستال مقاوم للخدش. ولكن يعيب الازاز ده حاجة بسيطة، انه مفهوش انتي ريفليكتيف كوتينج. نيجي بعد كده للبريسلت، وبصراحة ده نقطة الضعف في شركة اورينت وفي شركة سيكو كمان اللي هي المالك لشركة اورينت. الكواليتي بتاعت بريسلت ساعات اورينت مش عالية، ولكنها بتقضي الغرض. البريسلت ماسك في الساعة بشكل كويس جدا، مفيش اي فراغات، ولكن للأسف الاند لينك هولو اند لينك. وزي ما انتم شايفين الهولو اند لينكس عاملة ازاي. كمان المعدن المعمول منه البريسلت مش فخم قوي، تحسه خفيف شويه، مش نفس كواليتي البريسلتس في الساعات السويسري. كمان البريسلت هنا بنظبط مقاسه عن طريق بين هولز. اما بعد كده نيجي للكلاسب، وهو نفس الكلاسب اللي بيستخدم في ساعات الاورينت ميكو، وفيه 4 مايكرو ادجستمنتس، وبيتقفل كده اهوت، وبيتفتح عن طريق الزرارين دول، بنفتحه كده. بصراحة احساسه رخيص شوية مقارنة بالساعات السويسري، ولكن في الليفل ده من الساعات يعتبر مقبول، خاصة من شركة زي اورينت ليها اسم عريق في السوق، بتقدم ساعات كويسة جدا وممتازة جدا كقيمة مقابل سعر. وانا اعتقد وناس كتير قالت الكلام ده على الانترنت، انه الساعة دي هي اعلى ساعة قيمة مقابل سعر موجودة في السوق حاليا بالنسبة للسعر اللي هي فيه. مقارنة باسعار الساعات في الرينج اللي فيه الساعة دي تعتبر اعلى ساعة، ويمكن اعلى كمان من بعض الساعات الاغلى منها. فدي حاجة ممتازة جدا جدا جدا، اورينت عملت خلطة ممتازة جدا. محبين الساعات في العالم كله مبسوطين جدا بالساعة دي، حتى الناس اللي عندهم ساعات اغلى شايفين انه الساعة دي ساعة مميزة جدا جدا كقيمة مقابل سعر، كجودة مكنة جوه الساعة ديت، كجودة فينش وتصنيع للساعة السفاير كريستال، يعني تطوير رائع جدا عن الأجيال القديمة من الساعات اللي كانت بتنزلها اورينت. البيزل أحسن بكتير من الجيل القديم في الاورينت ميكو والري. الهاندس وشكل الماركرز جميل جدا، ويعني مش تقليد لساعات تانية مثلا من ماركات تانية أغلى، لا ده هم عملوا الشكل الخاص بيهم. كمان عجبني جدا في الدايل دوت الدي والديت ويندو بالفريم المعدن اللي عليهم، صراحة فعلا يعني ساعة جميلة، شكلها حلو، ديورابل جدا وتستحمل وتعيش معاك سنين طويلة، كمان صيانتها سهلة، فدي حاجة من المميزات العظيمة في الساعة ديت. وفي الآخر ده ريست شوت للساعة، وشكلها على إيدي، صراحة شكلها جميل جدا، كويسة جدا. كمان على سترابس الساعة دي تليق كويس جدا على سترابس، برضه هيبقى شكلها شيك جدا وكلاسي، بالذات لو ستراب اسود او كحلي غامق برضه هيخلي هينطق شكل الساعة ويخلي شكلها يعني مختلف ومميز. ودي كانت نظرة سريعة على ساعة الاورينت كماسو. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، شكرا جزيلا ليكم، واشوفكم في حلقة جاية ان شاء الله. سلام عليكم.